بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله واستكمالا لطرق الطعن في الأحكام في الطريق الثاني والطريق غير العادي وفي الإجراء الأخير وهو التماس إعادة النظر. وكما سبق وأن تحدثنا في حلقتنا السابقة في طرق الطعن في الأحكام المعارضة والاستئناف والنقض، نستكملها اليوم بالإجراء الأخير ألا وهو التماس إعادة النظر، وهو الإجراء الأخير غير العادي في طرق الطعن في الأحكام بعد النقض. ووفقا لنص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية. ناخد بالنا أن في 5 حالات نصت عليهم المادة 441 اللي يجوز فيهم طلب إعادة النظر. الحالة الأولى، إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله أو المدعى قتله حيا. الحالة الثانية، إذا صدر حكم على شخص من أجل وقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الوقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. الحالة الثالثة، إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوة وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. الحالة الرابعة، إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. الحالة الخامسة، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. هناخد حالة من حالات الخمسة اللي نصت عليها المادة 441 من قانون الإجراءات، وهي الحالة الأولانية اللي هي بتقول ايه؟ حكم على المتهم، مثلا حكم على متهم في قضية قتل عمد بالإعدام وفجأة اكتشفوا ان المتهم اتهم بإعدام بقتل شخص هو موجود وما زال موجود على قيد الحياة ولم يقتل او يموت، وظهر الشخص المتهم بقتله صاحب الطعن، ظهر الشخص على قيد الحياة وتقدم التماس بوجود الشخص على قيد الحياة وأنه لم يقتل ولم يموت. ده أحد أسباب التماس إعادة النظر لأن أصبحت التهمة على غير محل والحكم كذلك. الحالة الثانية، وجود وقعة تم محاكمة شخص عليها مرة وصدر حكم له، وتمت محاكمة شخص آخر على ذات الواقعة وصدر حكم مغاير. يعني ايه؟ اتحكم على واحد مثلا في قضية جنائية بالأشغال الشاقة وقبض على متهم آخر بنفس القضية بذات القضية وحكم عليه بالمؤبد، أصبح هناك حكمين لشخصين على قضية واحدة والحكمين متناقضين ومتعارضين، فلا بد من استبيان الصورة بين الحكمين لأن التناقض بين الحكمين هيؤكد براءة أحد المتهمين. ففي هذه الحالة بيقدم التماس إعادة النظر لبحث الموضوع من تاني عشان خاطر يظهر المتهم الحقيقي ويتم تبرئة المتهم الآخر. الحالة الثالثة، ان يكون في القضية
اللي اتحكم فيها على الطاعن او مقدم طلب التماس ان تقدم تقرير خبير او تقدم شاهد او تقدمت ورقة واتضح هي التقرير او الشهادة او الورقة هما اللي اثبتوا عليه وقعة لم يرتكبها وحكم عليه بيها، فبيقدم التماس إعادة النظر ويثبت ان تقرير الخبير مزور او الشاهد اللي شهد ضده شاهد زور او الورقة اللي قدمت ضده ورقة مزورة، وان كل هذه الاجراءات كان لها اثر في الحكم وفي ادانته، ومن ثم يقدم التماس طلب بالتماس اعادة النظر لاعادة نظر او بحث القضية مرة اخرى بهذه المتناقضات التي تؤدي الى براءته. الحالة الرابعة اذا كان الواقعة المقدم عليها التماس إعادة النظر سند الواقعة فيها حكم مدني أو حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية وصدر حكم نهائي بإلغاء الحكم سند الحكم المتقدم فيه التماس إعادة النظر، أصبح الحكم اللي بقدم فيه التماس إعادة النظر على غير سند لأن كان مستند إلى حكم مدني أو إلى حكم أحوال شخصية وصدر حكم نهائي بإلغاء الحكم اللي مستند له، فأصبح الحكم اللي أنا بقدم التماس إعادة نظر منه على غير أساس، وبالتالي بقدم طلب التماس إعادة النظر فيه عشان أثبت براءة الطاعن أو مقدم التماس. الحالة الخامسة وهي تعد الحالة الشاملة لكل الحالات اللي هي إيه؟ انتظر أدلة جديدة أو معلومات جديدة أو أي شيء جديد في الواقع اللي بقدم عنها التماس إعادة النظر يغير وجه الرأي في الدعوة تماما ويؤدي إلى تحويل الحكم ضد مقدم طلب التماس من الإدانة إلى البراءة. ظهرت وقائع جديدة أو ظهرت أحداث جديدة تؤكد براءة المتهم. كل الحالات الأربعة اللي قلناهم قبل كده هم نتيجتهم هتؤدي للحالة الخامسة، يعني كلهم هيصبوا في مضمون الحالة الخامسة اللي هي إيه؟ أن يظهر شيء جديد نقدم عليه الالتماس بالطعن في الحكم عشان تعيد المحاكمة من تاني. دي الحالات الخامسة اللي نصت عليها المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية اللي احنا بيجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في الحالات اللي احنا قلناها دي الخمس. إذا لابد أن يكون هناك سبب من الأسباب الخمسة التي ذكرناها وقد تعود كلها إلى السبب الخامس زي ما قلت في ظهور دليل لم يكن ظاهر في الواقعة من شأنه أن يغير موقف المحكوم عليه من الإدانة إلى البراءة، ولكن نجد أن المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحدثت توظيف للحالات المنصوص عليها في المادة 441. إزاي؟ اتكلمت عن الحالات الأربعة الأولى في المادة 441 وقالت إن الأربع حالات دول يجوز للنائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله أو يكون تابعه قانونا له صفة أو مصلحة في تقديم الالتماس لهم يقدموا الالتماس للنائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقود أو لأقاربه أو زوجته من بعد وفاته لهم جميعا حق تقديم طلب إعادة النظر، على أنه إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة، النيابة العامة طبعا ممثلة للنائب العام في الحالة اللي قلنا عليها في المادة 42 دي، إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب بموجب عريضة التماس إعادة نظر برقم القضية المحكوم فيها إلى النائب العام على أن يعتبر مقدم الالتماس على أن يقدم الالتماس إلى المستشار النائب العام باعتبار أن هذا الطلب على عريضة طعن
ازاي اللي احنا بنقوله ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقدم طلب للنائب العام بالتماس اعادة النظر، هو زيه زي عريضة الطعن بالنقط، مش طلب كده على عرض حال دمغة زي استخراج شهادة من الجدول او زي حاجة من الحاجات دي، لا ده انا بقدم الطلب التماس اعادة النظر كأنه صحيفة الطعن بالنقط، زي صحيفة الطعن بالنقط، لان هو نفسه طعن قانوني غير عادي زي الطعن بالنقط. فبقدم صحيفة التماس للنائب العام بوضح فيه الحكم اللي صدر وايه الاشكاليات على الحكم وايه الاسباب اللي انا بطعن بيها على الحكم وسندي ايه في الطعون دي اللي ممكن تغير الحكم من الإدانة الى البراءة في حالة المتهم. لازم اقول الكلام ده في صحيفة الالتماس اللي هو طعن على الحكم، لازم اقول فيه الحكم الصادر وانا بطعن عليه وبطعن عليه ليه وايه اسباب طعني، اللي هي لو قبل الطعن يبقى هتغير وضع المحكوم عليه الطاعن من الإدانة الى البراءة. ده بالنسبة للحالات الاربعة اللي قلناهم الاول الواردين في المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية. ونلاحظ كمان ان المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية تناولت بمفردها الحالة الخامسة فقط، اللي هي ايه الحالة الخامسة اللي قلنا عليها في المادة 441، ان يكون هناك دليل على تغيير هام في الموضوع يغير وجه الرأي في الدعوة ويبدل الحكم من الإدانة الى البراءة في الحالة الخامسة اللي احنا قلنا عليها في الخمس حالات بتوع المادة 441، اللي هي قلنا فيها اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه زي ما شرحناها ووضحناها. الحالة دي لوحدها تناولتها المادة 443 اجراءات. ليه؟ لان طلب اعادة النظر في هذه الحالة بيدخل فيه النائب العام من تلقاء نفسه. لو ظهرت هذه الادلة واتضحت في الموضوع او تم تقديم طلب من ذوي الشأن زي ما قلنا، فللنائب العام من تلقاء نفسه ان ينظر التماس اعادة النظر ويشوف ايه بحث الموضوع اللي قدامه اذا ظهرت الادلة اللي واردة في الايه في البند الخامس من المادة 441 اللي شرحناها من شوية. طيب حاجة جميلة، احنا قدمنا التماس اعادة النظر بصحيفة الطعن زي النقط زي ما قلت مسببة برد على اسباب الحكم بالادلة اللي ظهرت جديدة اللي هتغير وجه الرأي في الدعوة وتحول موقف المتهم الطاعن او الملتمس من الإدانة الى البراءة. طيب في حالة قبول التماس اعادة النظر ايه اللي هيحصل؟ بيتم رفعه مع التحقيقات اللازمة بشأن الالتماس، بيجرى فيه تحقيق بخصوص الاسباب المقدمة للالتماس، بيجرى تحقيق بخصوصها، بيتم رفعه الى لجنة مشكلة بتحقيقاته، الالتماس بالتحقيقات بتاعته اللي تمت بيرفع الى لجنة مشكلة. اللجنة دي من احد مستشاري محكمة النقض واثنين من المستشارين في محكمة الاستئناف. بتشكل لجنة من ثلاثة مستشارين، احدهم من محكمة النقض واثنين من محكمة الاستئناف. اللجنة دي بتفصل في الطلب بعد الاطلاع عليه وعلى التحقيقات اللي تمت حول اسباب الطلب وموضوعه، وبتؤمر بالآتي: بعد ما ترى ان الالتماس له محل بتؤمر بالآتي، بحالته الى محكمة النقض، حالة الالتماس الى محكمة النقض. طالما رأت ان هتقبل الالتماس، اللجنة اللي شكلت من ثلاثة المستشارين طالما رأت ان الالتماس مقبول بتحيله الى محكمة النقض. وفي كل الاحوال
لا يقبل الطعن على قرار السيد المستشار النائب العام أو على قرار اللجنة التي شكلت من الثلاث مستشارين. اللجنة اللي شكلها النائب العام للنظر للالتماس لا يقبل طعن عليها بالمرة أو على قرارها. وهنا هنجد ان المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية تناولت قبول طلب التماس إعادة النظر في الأحوال الأربعة الأولى مرهون بسداد الرسوم وكفالة الطعن شكلا. يعني رسوم وكفالة الطعن ده سبب من الأسباب الشكلية لقبول الالتماس. ثم بعد ذلك سنجد المادة 445. وأنا بقول على المواد دي ليه؟ لأن موضوع التماس إعادة النظر متدرج في إجراءاته، متدرج، مفيش إجراء يسبق الآخر، إجراءات متدرجة وبنص القانون. فنجد في المادة 445 قانون الإجراءات الجنائية قد تحدث عن الإجراء الذي يتم بعد قبول التماس إعادة النظر. وقالت إيه بقى؟ خلاص اللجنة حولته لمحكمة النقض وقبل. النيابة العامة بتقوم بدورها بإعلان الخصوم، خصوم الدعوة المحكوم فيها المطعون على الحكم فيها التماس إعادة النظر، بتعلن الخصوم بالحضور أمام محكمة النقض في الجلسة المحددة قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ده شرط معاد أساسي، إن لابد النيابة تخطر الأطراف الخصمين أو الخصوم الموجودين في الدعوة اللي فيها الحكم المقدم فيه التماس إعادة النظر. طالما قبل الالتماس وأحيل لمحكمة النقض، على النيابة اختار الخصوم بالحضور للجلسة المحددة في موعد لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة، ثلاثة أيام كاملة. وإذا ما تمت الإجراءات الشكلية المذكورة، الاختار والإعلان بعد القبول، واختاروا في ثلاثة أيام كاملة عشان يحضروا الجلسة المحددة أمام محكمة النقض، نجد أن المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدثت عن الفصل في التماس إعادة النظر. وقالت إيه؟ التماس إعادة النظر قبل وتم التحقيق فيه في مكتب النائب العام ورفع إلى اللجنة من المستشارين اللي احنا قلنا عليها بتحقيقاته كاملة، ولجنة من المستشارين حولته لمحكمة النقض بعد قبوله، والنيابة اختارت الخصوم في موعد لا يقل عن 3 أيام على الأقل. طيب هيتفصل فيه ازاي؟ إزارات محكمة النقض بعد سماع أقوال النيابة، ما النيابة طرف في الخصومة وبتقدم مذكرة بدورها باللي هي طرف في النقض، بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم في الجلسة المحددة لنظر الالتماس، وبعد اقتناع المحكمة النقض الاقتناع اليقيني بالقبول للالتماس، بتحكم بتحكم بالآتي: بإلغاء الحكم وبراءة المتهم مما نسب إليه إذا كانت البراءة ظاهرة، مثل الحالة الأولى وهي ظهور القتيل حيا. يعني إذا كانت البراءة مثل الحالة الأولى وهي ظهور القتيل حيا، يعني مفيش جريمة، فالمحكمة النقض لها أن تقضي من تلقاء ذاتها بالبراءة. وإلا لو مش في الحالة الحالات الواضحة البراءة، بتحيل الدعوة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولكن بدائرة أخرى غير الدائرة التي حكمت فيها. يعني تعيدها للمحكمة أول درجة اللي حكمت ولكن بدائرة أخرى، لا يجوز للدائرة اللي حكمت في القضية سابقا أن تنظرها مرة أخرى، بتحال من النقض إلى دائرة أخرى، بتعيدها للفصل أمام دائرة أخرى. لكن عندنا حالات غريبة، المحكوم عليه اللي قدم التماس إعادة النظر وأثناء نظر الالتماس
توفي أو أصيب بفقد أهلية أو سقطت عنه الدعوة الجنائية بمضي المدة. في هذه الحالات إيه اللي هيحصل؟ لو توفي الطاعن أو فقد أهليته أو الدعوة الجنائية نفسها سقطت، بنقول إيه؟ تنظر المحكمة موضوع الدعوة ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه. يعني المحكمة المتهم توفية أو فقد أهليته أو سقطت عنه الدعوة الجنائية ولكن هناك التماس مقدم وقوبل وأحيل لمحكمة النقض للمحكمة أو أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة النقض للمحكمة أن تسقط الجزء اللي ثبت فيه الخطأ في الحكم، طالما المتهم نفسه مش موجود بتنظر الجزء اللي ثبت خطأه. ليه؟ لأن زي ما قلنا قبل كده إذا أعيدت في النقض فمحكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وإذا أعيدت لمحكمة أول درجة تبحث محكمة أول درجة اللي هي بدايرة مغايرة تبحث الأسباب اللي مقام عليها الالتماس للرد عليها بعيدا عن الجزئية الخاصة بالمتهم الذي توفي أو فقد آليته أو سقط الدعوة الجنائية بشأن. ولكن علينا أن نوضح أنه وكما ذكرنا في حلقتنا بالطعن بالنقض، راجعوا الحلقة دي مهمة جدا عشان نربط الأفكار والمعلومات ببعضها ونقيمها في الوضع اللي دايما نقول عليه والتصرف نقول عليه دايما اللي هو بناء الفكر والملكة القانونية كما تعودنا في ذلك. فإنه التماس إعادة النظر مثل الطعن بالنقض كطريق غير عادي للطعن لا يوقف التنفيذ. تاني زي ما قلت في الطعن بالنقض ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، برضو بقول دلوقتي التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة واحدة استثنائية وهي الحكم بالإعدام. أي حكم صدر بالإعدام وقدم ضده التماس إعادة نظر يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس. يبقى الالتماس لا يوقف تنفيذ الأحكام إلا في حالة استثنائية واحدة وهي حالة الإعدام إذا كانت العقوبة الإعدام كما ذكرناها في الطعن بالنقض ووضحناها. وعشان كده بقول راجعوا الحلقة عشان تبقى الأفكار دايما مرتبطة ببعضها في بناء الفكر القانوني والملكة القانونية اللي بننادي بيها لأبنائي من شباب المحامين. نتجه بعد ذلك إلى آثار قبول التماس إعادة النظر. إيه أثر قبول التماس إعادة النظر؟ إذا قبل الالتماس وقضي ببراءة المتهم الطاعن الذي قدم الالتماس وألغيت الإدانة سقطت عنه التعويضات المترتبة على ذلك، يعني كانت واقعة وصدر حكم وحكم الحكم طبعا النقض لا يوقف التنفيذ والخصم المجني عليه رفع دعوى تعويض وصدر له حكم بالتعويض وبينفذ به ولم يبت في التماس إعادة النظر المقدم من الطاعن. المتهم المقام ضده دعوى التعويض عامل التماس إعادة النظر وخصمه خد حكم تعويض وبينفذه وقبض فلوسه كمان. نفذ الحكم وقبض الفلوس. ايه اللي يحصل في الحالة دي؟ إذا صدر الحكم ببراءة الطاعن بناء على التماس إعادة النظر مقدم منه تسقط عنه التعويضات وكل توابع حكم الإدانة وتصبح ذمته بريئة تماما، ومن حقه أن يسترد المبالغ التي تم تنفيذها عليه بالتعويضات التي حكم عليه بها عن الحكم الذي صدر براءته في الالتماس. صدر حكم براءته في الالتماس اذا نفذ عليه بتعويضات من حقه يستردها تاني لان سقطت كل هذه التعويضات بسقوط الإدانة وصدور حكم بالبراءة في الالتماس. من حقه ان يسترد المبالغ التي تم تنفيذها عليه بالتعويضات وذلك الا اذا سقطت
هذه الحقوق بمضي المدة حسب القانون. أما إذا رفض الالتماس، رفض التماس إعادة النظر، لا يجوز تقديم التماس آخر عن ذات الموضوع والوقائع اللي اتقدمت عنها الالتماس المرفوض. يعني ما عدش عد أغير نفس الصحيفة، أغير تاريخها وأقدمها صحيفة الالتماس، ما غيرش الصحيفة وأقدمها من جديد، ما غيرش وأقدمها من جديد، ده طبعا مرفوض لأن نفس الموضوع واحد. ولكن إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع جديدة من شأنها أن تغير وجه الرأي وأن تبدل حال الطاعن من الإدانة إلى البراءة، يقدم عنها التماس جديد أيضا، لأن الالتماس ليس له مدة محددة، هو مقيد بالدليل والسبب المقدم به حين ظهوره. أيضا عايز أوضح جزئية، إن في حالة قبول الالتماس والإعادة للفصل في الدعوة مجددا أمام محكمة أول درجة بدائرة مغايرة، أنا بوضح جزئية مهمة جدا عايزين نركز مع بعض فيها، محكمة النقض بعد قبولها للالتماس قالت إلغاء الحكم والإعادة إلى المحكمة اللي أصدرته للفصل فيها مجددا ولكن بدائرة مغايرة. طب المحكمة اللي أصدرت الحكم اللي اتلغى ده بدائرة مغايرة أصدرت حكم آخر، إدانة برضو مش براءة، يبقى من حق الملتمس اللي قبل الالتماس وعيدت محكمة أول درجة أن يطعن على الحكم الجديد بكل طرق الطعن المتاحة التي طعن بها على الحكم الأول الملغي كأنها دعوة أخرى أو حكم آخر تماما. يمارس كل حقوقه في الطعون على الحكم الجديد كما لو كانت دعوة جديدة طالما أحيلت إلى دائرة مغيرة وصدر عنها حكم جديد. أيضا أحب أن أذكر ووفقا للقاعدة الأساسية باعتبار التماس إعادة النظر طريق طعن في الأحكام غير عادي، جزئية مهمة جدا دايما نقولها في الطعن بالأحكام سواء في المعارضة أو الاستئناف أو النقض، وبنكررها في التماس إعادة النظر، قاعدة قانونية أساسية، وهي لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، بمعنى لا يجوز أن تشدد العقوبة على الطاعن بعد قبول الالتماس وإعادة المحاكمة، كان واخد 5 سنين مثلا لا يجوز القضاء ضده ب10 سنوات في الدائرة المغايرة، إنما لو قضت تقضي بال5 سنوات أقصى حاجة، إنما تزود عليهم لا، عشان لا يضار الطاعن بطعنه. يبقى في حالة قبول الالتماس والإعادة للمحاكمة أمام دائرة مغايرة لا يجوز للدائرة المغايرة تشديد العقوبة عن العقوبة المطعون عليها في الالتماس، وكل ده في طرق الطعن مطبق سواء في المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض وأخيرا التماس إعادة النظر اللي احنا بشأنه. فلا يجوز أن يضار الطاعن بطعن، ولا يجوز أن تشدد العقوبة على الطعن على الطاعن الذي قدم التماس إعادة النظر. وبكده احنا نبقى لمينا كل جوانب وظروف وأحوال التماس إعادة النظر كآخر طريق لطرق الطعن غير العادية، لأن طرق الطعن الغير عادية هي النقض ونظرناه في حلقة سابقة، والنهاردة التماس إعادة النظر. أعزائي، بذلك نكون قد تناولنا التماس إعادة النظر بكل جوانبه وآثاره، وننتظر تعليقاتكم على قناتنا على يوتيوب أنت محامي، برنامج المحاماة في ثوبها الأسود، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.